فرنسا مع اللغة الفرنسية ودولة الاحتلال مع اللغة العبرية، وختم حديثه بحالة اللغة العربية التي تعاني من الضعف والتشتت والهوان. نظرا لغياب المتحدثة الثالثة سوف نكون مضطرين الآن إلى فتح باب المناقشة، وفي حدود نصف ساعة من البرنامج أذكر بالنسبة للإخوة المتدخلين أننا سوف نلتزم الاختصار والتركيز، وأن لا تتحول الأسئلة إلى مداخلات ومحاضرات موازعة. نبدأ بالمتدخل الأول. الدكتور أحمد درويش. قالت فرنسا بدعم دولتها بدعم مجموعة أفران الحكومية. ما رأي سيادتكم في ظل وجود الآلاف بل الملايين في وطننا العربي من غير متحدثين باللغة العربية، وحتى بعد مرور 30 إلى 40 سنة من وجودهم في الدول العربية يتكلمون اللغة التي يسميها اللغة العرنتية؟ انت في روح بيت، انت في جيب ماما، ودي مستشفى. شكرا. الاسم عشان نتكلم من اسمه. ان شاء الله. محمد علي مصري. مقيم في محمد علي. عرب دكتور محسن. شكرا جزيلا دكتور محسن رشيد. شكرا جزيلا صاحب الاحدى الوزارة دكتور احمد درويش على المداخلات المهمة حقيقة. على اني ارى لابد هي المشكلة الفعلية لمعالجتها أيضا، لابد أن تكون الأسئلة موضوعة ضمن اتجاه يمكننا أن نخرج في استنتاجات. يعني الجميع ينمون بالمشكلات، المشكلات هذه موجودة، مشكلة التفكير وحمل الهوية والتنوع الثقافي حقه والعولمة الثقافية، هذه حقائق أصبحت حقائق والتي هي كيف يمكن لنا، يعني الأسئلة التي أثيرت في المناقشة الدكتور أحمد درويش مهمة، هو أنه الآن هذه اللحظة التاريخية مهمة بالنسبة للعرب ككيان، كيف يمكن لهم أن يبادروا إلى إحياء فعلاً الثقافة العربية وإحياء اللغة العربية؟ يعني نسأل نفسنا، هل توجد مكتبة وطنية عربية واحدة؟ سؤال بسيط جداً، هل توجد يعني هذه الأمة وهذه الأموال العظيمة، هل توجد مكتبة؟ هل الجهد الذي ظهر في عصر النهضة مثلا على كل مؤخذاتنا برغم كل المؤخذات على عصر النهضة، هل الجهد الموسوعي الذي ظهر في إحياء المعاجم الحربية، هذا الجهد هل أعيد وكرر مثلا على مستويات مختلفة لبنود المستحدثات داخل اللغة؟ توجد مجامع لغوية كثيرة في الوطن العربي، هل جرى التفكير جديا بتوحيد هذه المجامع وإحياء مراكز حقيقية؟ وكذلك قامت جسور بين الجامعات العديدة والأكاديمية وبين هذه المجامع المعرفية. ثم يأتي طبعاً دور الفضائيات، دور مهم بدون إطلاق العمومية على، لأنه إذا كنا مثلاً العربية أو الجزيرة أو النيل الثقافي أو ما إلى ذلك ونأخذها كأنها حقيقة ثابتة غير متغيرة، أيضا شوية يقود إلى استنتاجات يمكن أن تكون مخالفة للوضع العام. معنى التفكير كل شيء يؤخذ على حدة ويقرأ كجزئية لإتاحة الفرصة لنا أن نتأمل في الذي يمكن أن يحقق من قبل الفضائيات والذي لا يمكن أن يحقق. التفكير الجديد مقترنا بالربيع العربي أتصور ما زال الوقت مبكرا جدا حقيقة. يمكن أنت الآخر لست يعني لم أرى أنك واثق تماما من الاستنتاجات التي يمكن أن تقابلها. أرجع إلى نقطة عن ابنك أستاذ رشيد، إلى قضية أثارها الدكتور أحمد درويش في السؤال الأول، هل اللغة قضية التواصل وهل اللغة أثيرت؟ يعني أنا ودي أيضا أن نستعيد قليلا تاريخ اللغة. يعني احنا الان بسبب الضوانة تماما في داخل ما يسمى بالحداثة العربية ننسى كثيرا ان الجهد العظيم الذي قدم من قبل العرب لنبني، لان المشكلة احنا ننقطع دائما وابدا عن، يعني اذهب الى كتاب الهمداني وهو كتاب بسيط وصغير جدا ولكن خطير في وقت الالفاظ الكتابية على سبيل المثال في القرن العاشر. يا اخي اقرا وشوف الدقة
في إيجاد متغيرات اللغة وكيفية احتواء المصطلحات التي يمكن أن يجري التداول فيها لغويا بين الناس والتنويعات على هذه المصطلحات. وعندما وضحت في تلك المرحلة المبكرة إلى أن نصل العصر المملوكي، هناك تحديات حقيقية أمام اللغة العربية بسبب الفسحة القائمة بين الحاكم على سبيل المثال وبين المجتمعات العربية من جانب آخر. ما الذي جاء؟ جاء الفيوم يقدم لك المعجم، والمنظور قدم المعجم، والفيروزباد قدم المعجم، وتكالت المعاجم التالية بعد ذلك. يعني هناك دول عربية متصلة تحل المشكلات وتسعى لتدارك هذه المشكلات. ولهذا السبب عندما نسأل الآن ضمن تحديات جديدة، هذا الأفق يمكن أن يتيح لنا تنويراً معيناً بقدر المستطاع. شيء هامش أثار الدكتور أحمد درويش. بالمناسبة، الجيل الجديد من أبناء الجاليات العربية في الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً، حيث أنا أدرس في جامعة كولومبيا في ولاية نيويورك على سبيل المثال، هذا الجيل الذي بلغ سن 20 وما شابه متمرد على عوائله العربية لسبب، لأن لم يتعلم اللغة العربية في مدرسته، على عكس اليهود بالمناسبة. يهود نيويورك عندما تمشي في الشارع سترى أن العائلة اليهودية تلقن أبنائها وهم يمشون على الأقدام الكلمات العبرية، التداول باللغة العبرية وليس باللغة الإنجليزية منذ وهم لم يزالوا أطفالا. هذا الجهد، إذا هذا الجهد موحدا ما بين المنجر وما بين الداخل وما بين الفضائيات وما بين الأكاديميات، إذا اتجه العرب اتجاها حقيقيا نحو أنفسهم، العرب يبتلون بنزعة تفتي الداخلي شديد في داخلهم. يعني هناك توسع عجيب في داخل الذات العربية، والفصام لا يصدق عندما يقرأ على مدى التاريخ. يعني لا أرى تنكراً لقوميات وهيئات مثل تنكر الأرسل. يصير شيء، القرآن هو الحاضر الوحيد، اللغة ترى الذي أبقى اللغة. ينبغي أن لا ننسى هذه الحقيقة. هذا لا يعني أن كل الذين يتجهون الآن سياسة نحو الإسلام السياسي يلومون باللغة العربية، لا. أنا فوجئت برجل مبدع وعظيم اللغة الحقيقة في درس عندي، وصورت أنه قد أتقن اللغة العربية وأجاء وحفظ القرآن. لا يتقن اللغة. يعني ينبغي أن لا نؤخذ بالمظاهر ولا بالسياسة، ونتجه اتجاهات حقيقية نحو علم لغة عربية تصل اتصالا وثيقا بالقرآن بصفته حاضرا لهذه اللغة. شكرا. دكتور عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبد السلام حامد قسم اللغة العربية بجامعة قطر. لي سؤالان وبعدهما ملحوظات سريعة. السؤال الأول، أليس الحديث عن التنوع الثقافي مدعاة للحديث عن الخصوصيات الثقافية التي قد تكون خطرا كالأمازيغية في المغرب والفرعونية في مصر والنوبية في جنوب مصر والآشورية والبابلية في العراق وفي الشام؟ السؤال الذي بعد ذلك، هل أيهما أكثر أهمية، أن نسأل عن التنوع الثقافي أم أن نسأل عن المشترك الثقافي؟ أظن أننا نبحث الآن عن المشترك الثقافي المفقود، أما التنوع فهو الذي قادنا إلى الضياع والسقوط. بعد ذلك أنا أرى، والسؤال يعني يحضرني أيضا سؤال، ألم يكن انفصال الفرس عن العالم العربي والإسلامي في أصله، ألم يكن هذا دعوة وإحياء للأصل الثقافي والتنوع الثقافي وإحساسا به؟ بعد ذلك أنا أرى أننا إذا تحدثنا عن إشكالية التنوع الثقافي، أنا أرى أن الأهم أن نتحدث عن التوحد الثقافي وأن نبحث عن المشترك. وبناء على ذلك من الممكن، وأنا أرى أننا ينبغي أن نتحدث مثلا كما أشار أستاذنا الدكتور أحمد درويش عن توطين المعرفة وتعريب التعليم، وينبغي أن نؤمن أن اللغة حيادية لا تصنع تقدما
ولا تأخرا، أن لا يمكن أبدا أن نتقدم إلا إذا وطننا العلم في عقولنا وفي أنفسنا بلغتنا الأم. بعد ذلك هناك مسألة مهمة في هذا الحديث، وهي الثقافة وعلاقتها بالدين، وقد أشار الأستاذ الفاضل إلى دور القرآن الكريم، فالقرآن الكريم له دور كبير في حفظ اللغة العربية وسيظل. إذن ونحن نتحدث عن دور الثقافة في إحياء الهوية وفي الحفاظ على اللغة، ينبغي أن نتذكر الموروث الديني الذي ينبغي أن يتجدد والذي ينبغي أن يبقى. أيضا يرتبط بذلك أن نتحدث عن التراث ومفهوم التراث وما مدى أهميته، وكيف من الممكن أن نطوره، وكيف ينبغي أن نجمع بين الماضي بين الحسن من جذور التراث، وأن نضيف إلى ذلك تطوير هذا التراث والإضافة إليه. أيضا في ونحن نتحدث عن الثقافة، أين الحديث عن الوعي الغائب؟ المشكلة أننا نتحدث كثيرا ولكن هناك وعي مفقود، أشار إليه الأستاذ الدكتور عبد السلام المسدي، وهو الوعي في الأفق السياسي الأعلى. نحن نتحدث كثيرا ولكن هناك وعي ثقافي غائب، أظن أنه بدأ الآن يحدث له نوع من الانتعاش، وأظن أنه قد بدأ يحدث له نوع من الصحوة التي أرجو أن تظل وأن تتطور. ما لم يكن هناك وعي ثقافي سياسي عال فإن كلامنا هذا سيظل كلاما في الهواء لن يحرك ساكنا. أيضا فيما يتعلق بأمور الثقافة، العولمة تحدث عنها الدكتور عبد الرزاق وتحدث عن وجهها الحسن، والعولمة ليست كذلك، العولمة في وجهها القبيح هيمنة وقضاء على الخصوصيات للشعوب، هم يجملون العولمة بالحديث عن التنوع الثقافي وما إلى ذلك، وهذا حديث يقود إلى التقسم ويقود إلى هيمنة القوي وغلبته على الضعيف. ومن قديم قال ابن خلدون المغلوب مولع بتقليد الغالب. إذن مسألة العولمة ينبغي أن نكون على وعي. صحيح أن العولمة نفيد منها في التلاقح الثقافي وفي الاستفادة من جهود الآخرين، لكن ينبغي أن نكون على وعي بذلك. يعني على كل حال شكرا حسن السلام. شكرا للدكتور عبد السلام. أستاذ الاسم بدأ شكرا أدراك بصار. شكرا جزيلا للأستاذين الذين نورانا في هذا الكلام، لدي مداخلة بسيطة على ما تفضل به أستاذ الدكتور عبد السلام. حقيقة عندما نقارن كيف نجح الفرنسيون مثلا، كيف نجح اليهود في خلق هوية أو في تعظيم هوية، وكيف فشلنا نحن رغم كل الإنجاز الحضاري العظيم الذي أمنه لقارئ الواسع للقراء. أنا أعتقد بوجهة نظري المتواضعة أن هناك سببين. السبب الأول هو دور النخبة، النخبة الفرنسية متمسكة، النخبة اليهودية متمسكة، النخبة العربية مخربة. أنت انظر في كل مشاريع التعليم، من الذي وقف في وجهها؟ وقف في وجهها النخب الفرنكونية والإنجلوفونية اللي موجودة في المشرق وفي المغرب. في حين ترى من الناحية الثانية كم هم متمسكون. أنت أتت أيام أتحين من الدهر على الإنسان يتحدث في باريس باللغة الإنجليزية يرفض أن يجاهد، ما يجبرك على أن تتحدث باللغة الإنجليزية. ونأتي الآن إلى اللغة العبرية. اللغة العبرية حقيقة من وجهة نظري عاشت مرحلتان. المرحلة الأولى كان لنا نحن العرب فرض فيها عندما ونحن نعرف أن في الأندلس تمت عملية إحياء للغة العربية وتبني حتى لبحور الشعر العربي ولقواعد اللغة العربية في عملية إحياء لغة متحجرة في ذلك الوقت، ثم استقرت على هذا الوضع يعني تحول اليهود أو تحولت النخبة اليهودية المتحدثة بالعبرية إلى رواد كما كان السريان في عملية ترجمة الأرث العربي إلى اللاتينية. كانوا هناك في ليدن وفي نابولي وفي منطقة. طيب إذا كانت النخب هي التي تتحمل دورا سلبيا كبيرا في الحفاظ على الهوية العربية واللغة، الجانب الثاني هو حالة جيوغرافية، حالة الالتصاق الجغرافي للعرب بالغرب، وهذا يجعلنا في حالة من حالتين،
إن كنا غالبين نشعر بالزهور، وإن كنا مغلوبين نشعر بالدونية وضيع أمامنا. ولسوء الحظ إنه الفترة السلبية هي الفترة التي عاصرت انبعاث الثقافة مرة أخرى بعد عصر الخلفية. ولذلك أرى أن هذا يعني هذان العاملان يستحقان أن نعطيهما تركيزا كبيرا في عندما نتحدث. وفعلا النخب ملامة، لأن كما تفضل صديقنا وأخونا الأستاذ الموسوي، مهاجر عربي في أمريكا يزجر ابنه عندما يتحدث بالعربية ويقول له تحدث بالإنجليزية لكي تتماهى مع المجتمع. ومهاجر إيطالي مثلا أو هندي، المهاجر الهندي في أمريكا يمنع ابنه أن يتحدث بالإنجليزية بعد أن يتجاوز عقب الثاني وهو راجع. هذا هو الفرق، هنا تحيا اللغة وهنا تحيا الهوية وهنا تموج. شكرا بارك الله فيك دكتور ياسين. دكتور ياسين، بسم الله الرحمن الرحيم. وقع لدي إضافة ليس سؤال، تتعلق أساسا بالحديث عن نحن الآن نتحدث في إطار محور محدد هو العلاقات القائمة بين الهوية وتجليتها مع العناصر المماثلة لها. وهنا نتحدث في الواقع عن عنصر أساسي لم يشار إليه ربما أو أشير إليه عرضا، وهو عن علاقة اللغة التي تشكل الهوية أو جزءا أساسيا من الهوية بفكر المتكلم بهذه اللغة. ونحن نعلم الآن أن الأبحاث الجارية في هذا المضمار العلمي بصفة خاصة تبين كيف أن الطفل وهو جنين في بطن أمه كيف يتأثر بلغة أمه، وكيف تتأثر هذا السماع في تشكيل اللغة التي سنسميها الآن لغة الأم، وعلاقة هذه اللغة بتحديد أبعاد الفكر لدى الطفل وكيفية تشكيل هذا الفكر وعلاقة هذا الفكر بتشكيل شخصية الطفل ونموه. وحينما نقول هذا نحن نتحدث عن أطفال، عن مجتمع تشكيله. وهنا لابد من الإشارة إلى فكرة أخرى تتعلق بالوظيفة الأساسية للغة. وهنا لابد من أن نشير على سبيل التذكير فقط أن الأمر يتعلق بتيارين كبيرين معروفين في الساحة الإنسانية العلمية. التيار الذي يقول بأن الوظيفة الأساسية للغة هي التعبير عن الفكر، والتيار الذي يقول بأن الوظيفة الأساسية للغة هي التواصل. وكلاهما لا ينفي إطلاقا بل يدعم بكل قوة أن للغة علاقة بالفكر وتشكل هذا الفكر وتشكل الفكر مع الهوية. إذن فهناك مستويان متميزان في هذا الموضوع. الأمر الثالث وهو أن العلاقة بين الفكر واللغة والهوية هي علاقة تندرج ضمن إطار بناء استراتيجية للشعب أو الأمة. الذي نعيشه الآن هو أننا نعيش يوماً كل يوم منفرد عن اليوم الذي يأتي بعده، لا نعيش وفق استراتيجية وفق خطة مبنية للأمة تعرف فيها الأولويات وتعرف فيها الأسبقيات وتعرف فيها ماذا ينتظرها في الغد، وتعرف الإمكانات والحاجات وتعرف كيف تبني هذا المستقبل وتتهيأ له. وهذا يندرج ضمن عدم معرفة مكونات الهوية ومكونات الذات وكيف تبنى وماذا ينتظرها وما هي حاجتها. فالإطار أعم وهذا جزء منه. شكرا. شكرا دكتور ياسين. بقي أمامنا 6 متدخلين حتى نستوعب هذا الكم، وهذا الدليل على الحيوية. أرجو أن يتم الاختصار والتركيز حتى نفتح المجال أمام الجميع. سأذكر بالترتيب: متدخل رقم 1، متدخل رقم 2، متدخل رقم 3، متدخل رقم 4 5 6، ونختم ختامه مسك. المتدخل رقم 1 تفضل استاذ. الاسم اللي سمعته كمال عبد اللطيف.
يبدو لي أن الموضوع صعب جدا، وصعوبته تأتي من ربط اللغة بالهوية، ولأن موضوع الهوية موضوع ملتبس، ولأن الهوية بطبيعتها منفلتة، فإنني أخاف أن يمارس التفكير بطريقة غامضة في موضوع اللغة. اللغة العربية تراكمت حولها وفي قلبها تحديات عديدة منذ عصر النهضة. أدعوكم إلى مقارنة كتابة قطاوي بمقالة لطفي السن منتصف 19 وبداية القرن العشرين. دور الصحافة في تطوير الأداء اللغوي العربي مؤكد، ولكن في مستوى القواعد وفي مستوى تنميط اللغة الجديدة قصرنا كثير. اليوم تقصيرنا بلغ مدى أمام تحديات الثورة التكنولوجية. اللغات تحولت إلى رموز حاملة للفكر وأدوات التواصل، فماذا يمكن أن نفعل أمام الترميز الشديد الذي أصبح هو عنوان الأداء اللغوي والإبداع اللغوي في جميع المجالات؟ ويبدو لي أننا خاتلنا ونخاتل كثيرا في موضوع علاقة اللغة بالمقدس، وآن الأوان اليوم نقول إن المقدس في الضمائر وفي القلوب، ولنا فيه جميعا نصيب، لكن اللغة ينبغي أن نفتح عنوانها ومختبرها لفحص المنتوج الذي تراكم وغربلته وبناء القواعد الجديدة. تفضل الأستاذ محسن قبل حين وتحدث عن انفجار محجن في العصر الوسيط، فماذا نفعل اليوم أمام التحديات الكثيرة التي تخترقنا من الشمال ومن الجنوب ومن الخلف ومن كل الجهات؟ نسعى بلغتنا، وفي لغتنا كثير من الإبداع الجميل والحساسيات الجمالية، ولكنها لغة في متاهات تدر دارجة الصحافة في أخطائها. أنا اليوم أتألم كثيرا عندما أسمع الهوية، وبعضهم يقول الهاوية للألف، فنصبح أمام الحفرة التي سقط فيها الساقطون. الهوية هو في لغتنا كثير من المشاكل المفجعة. شكرا. استسمحكم في إعطاء الكلمة الدكتور محمد مصطفى، فقد طلبها قبلا ونرجعه في القائمة ثم نعود للترتيب الأصلي. تفضل. شكرا جزيلا. سؤالي موجه للأستاذ الدكتور عبد الرازق، فيما أكد أن العولمة لها أثر كبير في تسريع وتيرة المثقفة، ومن ثم فهي تفضي إلى تأثير قوي في الهويات لشعوب متعددة. أنا لا أدري بالضبط عن أي مثقفة دار حديثكم الفاضل، لذلك فثمة مثقفة نحن نعرفها أسرعت من وتيرة تطور علوم تطور بعض العلوم العربية، وكلنا يذكر الموقف الشهير لأحدهم عندما حضر في مجلس علمي وصرخ من سماعه لمصطلحات متأثرة بالثقافة اليونانية قائلا: أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما ليس من كلامنا. لكن الأمر في النهاية أفضى إلى تطور نوعي في حركة العلوم، فكيف تكون المثقفة ذات تأثير سلبي على الهوية ولا سيما الهوية العربية؟ هذا سؤال، وشكرا. شكرا دكتور حبيب. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سأجيب. هي إضافة ممكن أن أدرج على الملاحظة فقط بالنسبة للأستاذ الكلمة الطيبة التي تفضل بها الأستاذ الدكتور أحمد مرويش حينما تكلم عن الفرنكوفونية، وورد في كلمته الطيبة أن الجنرال شارل دوغول هو كان المفاعل لهذه الفكرة الفرنكوفونية. بحدود ما أعلم فقط أن هذه الفكرة بدأت كفكرة ثم كتجسيد،
الفكرة بدأت في سنة 1942 مع حكومة فيشي والمارشال بيتار، بحيث حينما تعود إلى الحكومة الثانية التي أُلفت سنة 1942 هناك ضمن وزارة التعليم ما يسمى المصطلح عليه أول مرة بكاتب الدولة للغة الفرنسية، وكان هذا اتفاق بيني ما بين الحكومة المستعمرة المسيطرة في تلك الفترة النازية الألمانية وحكومة المارشال بيتار. بعد ذلك تجسدت هذه القضية كفكرة، ثم أصبحت واقعا ملموسا في مجلس الشورى الفرنسي سنة 1966 مع حكومة الرئيس جورج بومبيدو وليس جنرال دوغول، الذي وجد الفكرة مهيئة ووجد الظرف السياسي أيضا مهيئ فيما بعد وطالب ببعث هذه القضية. عندي فقط أيضا سؤال ثاني موجز أيضا للأستاذ الكريم عبد الرزاق الداني في كلمته حينما قال أن الخطاب وحده هو المحدد للهوية. نحن نتفق مع ذلك، ولكن إذا عدنا مثلا إلى المغرب العربي الذي ننتمي إليه، نحن نعرف أن ضمن الخطاب هناك خطابات سياسية، إيديولوجية، ثقافية إلى غير ذلك. هل هذا معناه أن الخطاب ينتج الهوية والهوية تنتج الهويات؟ شكرا لكم. شكرا دكتور حبيب. ذكرنا بالاسم الأسماء. دكتور مصطفى كوزو، استفدت كثيرا من بحث الأستاذ الجليل الأحرف الرويش، لكن سيدي الدكتور بالنسبة للتجربة الفرنسية والتجربة العبرية أرى أن القرار السياسي كان هو الأساس في نجاح هذه التجربة، وهذا ما نعتقده الآن. كثير من الإنجازات البحثية للجامعة العربية والمؤتمرات اللغوية السنوية، على سبيل المثال مؤتمر سنوي كان يعقد في مصر كل عام جمعية لسان العرب، هذه البحوث والأوراق هي في أدراج محفوظة إن كانت محفوظة حتى الآن، وما دام ليس هناك قرار سياسي فلا جريء. شكرا. فضيلة الأستاذ محمد عزت الخالدي، أمين مكتبة في إدارة الأوقاف. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. فيما يخص اللغة، عندنا في سوريا كان الاستقلال عن العثمانيين في سنة 1918، في ذلك الوقت نشأ المعهد الطبي وهو فوق المعهد فوق الثانوية، وكان باللغة العربية، وحتى الآن في جامعاتنا لا تدرس إلا اللغة العربية، وفي بعض الأحيان توجد بعض المواد الأردنية في هذه الأحيان. أقول فيما يخص ما عرض بعض المتكلمين ما شاء الله، فيما يخص الفضائيات، حوالي السبعينات وحتى الآن ظهر في الفضائيات أفلام الكرتون التي يراها الأطفال، وهؤلاء الأطفال عندما يبدأون بسماع هذه الصور يسمعونها باللغة الفصحى، وحتى الآن وأنا أظن أنه ربما كانت من بعض مؤسسات اللغة الجامعة العربية أو من مؤسسات أخرى، ومشى هذا الأمر في العالم العربي وهو خير، وأشكر الذين صنعوا هذا وأشكر الذين يقومونه في هذا الزمان. ثم هذه من الإيجابيات. أما من حيث السلبيات، في بعض البلاد زعيم منذ الله صار يتكلم الخطابات، ثم صار يطلب من الناس الذين يكتبون اللغة العربية ويستشهدون للنحو أو للصرف أو لغير ذلك، يجب أن يكون ذلك بأقواله. وألفت الكتب، ليست اختصاصا، ألفت الكتب الرديفة لتعليم مثلا طلاب الطب. عندنا يجب أن يتعلم طالب في أي كلية اللغة العربية، دروس خاصة للغة العربية، فألفت الكتب وخجل الذين ألفوا الأساتذة، فكانوا يقولون تأليف جماعة من المدرسين أو جماعة
حتى أن أحد العلماء الذي كان بيانه على أعلى درجات البيان وعلى أعلى درجات الدقة في اللغة العربية بالمبنى والمعنى، طلب منه أن يؤلف في كتبه الاختصاصية أن يستعمل شواهد من، فقال لهم كيف الاستشهاد باللغة العربية مضى من 1200 سنة والآن لا نستطيع أن نقل، ولكن هذا يعني كلام. هذه النسبية نقول الله عز وجل أن فيهم من أصحابنا أن تزول هذه، وكلام كثير الوقت ضيق. شكرا لكم دكتور إدريس. دكتور إدريس نأتي باسم اللغة العربية جامعة قطر. أشكر الأستاذين الفاضلين على تدخليهما، وأريد أن أبدي مجموعة من الملاحظات وسأختصر اختصار سريع لأختم بسؤال. أود أن أشير أولا إلى أن الهوية التي شكلت الحضارات العربية الإسلامية ربما تكون متميزة عن باقي الهويات الأخرى، ولذا نستطيع أن نتحدث عن هوية نقية بالنسبة للفرنسيين، وعن هوية نقية إلى حد ما بالنسبة لأنجلو ساكسون. أما الهوية الحضارية التي شكلتها الحضارة العربية الإسلامية فقد كانت متميزة، وفي هذا دليل هنا. وهناك كلام يقول حول علاقة اللغة بالفكر، ولقد أجاد المتنبي عندما قال: إن الكلام الذي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، واللسان هنا يقصد به اللغة. هذه العلاقة الوطيدة بين اللغة والفكر التي كانت أساسا من الأسس البارزة التي قامت عليها الهوية الحضارية العربية الإسلامية. وقد أشار إلى ذلك الجيني عندما قال معرفا للغة: إنها هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه. سؤالي حتى لا أرد في العموميات، كلنا متفقون على أن اللغة العربية تواجه تحديات حقيقية. الآن من باب هذا التنظير الواسع، هل يمكن أن ندلف إلى حلول عملية وحقيقية تشخص الواقع اللغوي الذي تعيشه اللغة العربية وتقترح مجموعة من الحلول العملية والواقعية لها، بعيدا عن فضاء التنظير إلى أفق التبعيد وأفق التخصيص؟ أعتقد أن حل مشكلة اللغة العربية الآن يكمن في إيجاد حلول عملية بعيدا عن التلاقي على واقع كانت قد عاشت، واقتراح حلول عملية وواقعية نستطيع أن نستأنس بها، ونستطيع أيضا أن نعطيها لصناع القرار السياسي حتى لا تكون الكرة في مضربنا نحن. والسلام عليكم. السلام دكتور حسن، ونختم به. السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن يكون موضوع اللغة لا يختص فقط في موضوع التواصل. ما لم نهتم بقواعد اللغة لن نصلح اللغة. يعني وصلنا إلى مرحلة في بعض الأحيان أن متخصص اللغة في الأدب إذا حدثته بكلمة أو كلمتين قال هذا من تخصص أهل النحو. فحبذا يعني لو هذا يعني هذا الأمر أخذه الدكتور أحمد وله كلمة مسموعة في أماكن مختلفة، وحتى عندما نقول لهم أماكن وأمكن يأتي بعضهم يقول يا أخي هذا من التزمت في اللغة. هذا من التزمت في اللغة. والأمر الآخر، نحن ننطلق من أنفسنا، في كل بلد هناك تشويه اللغة بطريقة أو بأخرى، في كل بلد من بلداننا العربية هناك تشويه للغة بطريقة أو بأخرى، إما بفرنسية أو بإنجليزية أو بهندية أو بغير معروفة من أي جهة جاءت. فإن بدأت كل بلد بنفسها وأصلحت شبابها وأصلحت لغتها ممكن أن نصل. والدكتور أحمد يعني أظن أهل ذلك. شكرا لكم. نختم قائمة المتدخلين بالأخت فاضلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي سوسن كيلاني، وأنا أمينة سر مجلس الأمناء مدرسة حمزة من عبد المطلب، مع أنها للبنين ولكنهم يحترمون النساء كثيرا الحمد لله. وأنا أيضا يعني مسؤولة عن جماعة صغيرة لنادي صديقات كتاب في قطر. ومجلس الأعلى يعني يهمني جدا، وأنا يعني سعيدة إنه في أحد ناس من المجلس الأعلى هنا، لأنه هذا يعني الموضوع وارتباط اللغة أيضا في القراءة. أنا يعني أريد أن أشدد على هذا الموضوع اللي هو أن اللغة العربية والقراءة وماذا يفتقد أولادنا في القراءة ولماذا لا يقبلون على القراءة باللغة العربية، هذه أيضا مشكلة كبيرة هنا.
وتحتاج حقيقة أن تكون في كتب اللغة العربية. أنا اطلعت على كتاب صف تاسع اللغة العربية أنتجته المدرسة، أن تكون مواضيع جذابة بحيث الطالب هذا يستطيع أن يستمتع بما يقرأ. فهذا هو مسألة يعني نحن نحتاج إلى أن نكون واعيين كثيرا فيها. نحن أيضا في عندما درسنا الموضوع وقرأنا كثير من الكتب، بدأنا أولا سبحان الله بتأثير الثورات العربية، وأنا أقر أن الثورات العربية لها تأثير، ويجب أن نحدد هنا أن لم نعد مكممين الأفواه. يعني كنا نريد أن نتحدث باللغة العربية ولكن هذا يخاف وذلك يخاف. الآن الثورات العربية فتحت القلوب والعقول، ولا كل يستطيع أن يقول. وكذلك القرار السياسي، نحن الآن نستطيع أن نقول الشعب يريد أن نتكلم باللغة العربية في المؤتمرات وفي أي مكان. نحن نعتز بلغتنا وفي ثقة، يجب أن يكون هناك ثقة، لأنه في بعض الأحيان كنا نفتقد الثقة في ماذا نقرأ أو ماذا عن ماذا نقول. الآن الحمد لله الأمور تتحسن. شيء واحد ذكره الدكتور وهو عن تنوع الثقافات واحترام الآخر وما إلى ذلك. أنا أخاف من هذا الأمر لأننا نحن دائما مدعوون أن نحترم الآخرين وهم لا يحترموننا للأسف الشديد. نريد هم موجودون في بلادنا يأتون ليقوموا بأي طريقة بأي أسلوب، ويجب أن نحترمهم. لماذا هم لا يحترموننا؟ فلذلك الأمر يحتاج إنه إحنا نسترجع الاعتزاز بالنفس، ونريد للمجلس الأعلى أن يكون أقوى في احترام اللغة العربية وتقديمها بأسلوب يعني جديد وجذاب حتى يكون الطلاب سعيدين في الدراسة. وشكرا جزيلا.